بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل السادة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. وحلقة إن شاء الله النهاردة يعني استثنائية شوية نختم بيها السنة. عاملين النهاردة تورتاية 10 أدوار إن شاء الله تنول إعجابكم. بقالنا أكتر من أسبوع شغالين فيها. موضوع كبير جدا جدا. كل اللي أنتم شايفينه ده كيك ومعمول هنعمله على شكل شجرة في الآخر. الفكرة بقى إزاي بعد ما بنحطها، أنا والله ما عملتش بروفة عليها، بعد ما بنحطها هتبقى العالية لحد فين؟ والموضوع هل هيبقى سهل ولا هيبقى صعب؟ ده اللي هنشوفه خلال الحلقه النهارده. هستنى طبعا اي اسئله او اي معايدات او اي مباركات ان شاء الله على الهواء مباشره. برنامج المطعم اللي كان معاكم طول السنه واللي انا كنت مبسوط جدا جدا والله، وبتشرف وكل سنه بتشرف ان انا ابقى معاكم وفي وسط عائلتي، طبعا عائله بانوراما وعائله بي ان سي فود طبعا. على راسها عائله المهدي كلهم، بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. الاستاذ محمود المحترم، كل الناس والقائمين والانتاج والاضاءه، كل الناس بقول لهم كل سنه وانتم طيبين اللي موجودين في القناه. سنه سعيده على الجميع وعلى الساده المشاهدين. وانا ببدا الحلقه ديت اللي انا بعتذر لاي حد زعلته السنه دي. احنا شغلنا مقرف قوي يا جماعه والله، احنا كشفات صعبين قوي في شغلنا، فالموضوع كل يوم شده. عندنا خمس برامج هوا بيطلعوا مطبخ ما بتحصلش في اي قناه اصلا على مستوى العالم، اللي فيه خمس برامج هوا بيطلعوا مطبخ. من اصعب برامج اللي بتبقى موجوده تصوير هي برامج المطبخ، للساده المصورين والانتاج والاكسسوار والاعداد والمخرجين وكل القائمين. الموضوع صعب فكله بيبقى مشدود، احنا يوميا بنبقى مشدودين عشان في الاخر نطلع احلى حاجه عندنا. هي دي الفكره، مش اي ناش اي هدف تاني غير ان احنا بنطلع بنعلم الناس حاجه جديده وحاجه مفيده تستفادوا منها. اتمنى طبعا تكونوا طول السنه تكونوا استفدتوا، وان شاء الله السنه الجديده عاملين فيها شغل كتير جدا جدا. ده اللي هتشوفوه معانا خلال السنه الجديده. طالعين لايف احنا اخر سيجمنت من على صفحه بي ان سي. خش على الصفحه دلوقتي عشان هنطلع لايف ان شاء الله من عليها بعد ما بنخلص عندنا الايه الكيكه بتاعتنا. ده الكيو ار كود قدام حضرتك، ده تقدري تخش عليه تعملي سكان من عليه دلوقتي وتخش على الصفحه وتستني اللايف. طيب احنا في فزوره طبعا، احنا طبعا يعني مش هنعدي اليوم ده من غير جوائز. عندنا جوائز ان شاء الله مقدمه من بي ان سي. فزوره ان شاء الله هيتم الاعلان عن الفايز النهارده عن طريق برضو الكيو ار قدام حضرتك ده، تقدري تخشي وتعملي سكان هتلاقي الفزوره، لو جاوبت عليها ان شاء الله تخشي معانا الجائزه. طيب تعالوا نشوف موضوع الكيك ده عباره عن ايه. هو الفكره بتاعتنا جت لما الدكتوره منى ربنا يديها الصحه يا رب كده ويخليها لنا، جابت لي ستاند 10 ادوار. الستاند ده قواعد زيديه تمام، ودي القواعد بتاعته، فاهمه ازاي؟ اهو دي القواعد بتاعت الايه، شايفه عامله ازاي؟ بتاعت الستاند نفسه. هو الفكره اهو، بصي اهو، بصي بالقواعد بتاعته ما شاء الله. وقالت لي خد والنبي شيف ايه واعمل لنا تورتايه كده حلوه على الهوا، فانا اكيد طبعا مش خايف ظنها. وبصي بتثبت كده، ومن اول بقى القعده ديت القطر بتاعها ال 40 اسف ال 35 35 30 26 24 17 17 عاملين 10 ادوار. ده اللي هتشوفوه النهارده. ففي حاجات طبعا انا خلصتها وفي حاجات لسه هنبدا ان احنا نديها الفينش بتاعها واحنا شغالين مع بعض. طيب الموضوع عباره عن ايه بقى؟ هو القصه في كلها انا بجيب القعده، ده الاسبونش بتاعنا، ده الاسبونش بتاعنا، بقوم حاطط كده القعده قدام حضراتكم كده، بمسك عندي بيه الترانش بتاعي كده ونبدا ان انا افرغ. عندي الكيك بتاعنا قدام حضرتك كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده اهو، خلاص مش محتاجه اصلا، ده انا بس بوريهم الفكره.
ماشي كده. نقوم ايه حاطين القاعده بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. نجيب اول قطعه كده بنقوم حاطينها هنا بالشكل اللي انتم شايفينها. ماشي الكلام. مين معانا يا فندم؟ يا استاذه ريماس. الو. ايوه. ازيك يا ريماس؟ ازيك يا شيخ محمد؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. الله يخليك. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا حبيبتي، ربنا يخليكي. تسلم ايدك على اللي انت عامله كله. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلمي انت. انا بحبك قوي واول مره اتكلم معاك. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا. عندك كام سنه؟ 7. ما شاء الله. يلا جدعاني كده في الدراسه عشان تبقي دكتوره كبيره. ها ماشي. ماشي يا حبيبتي، باي باي، مع السلامه. حطينا هنا اول قطعه من الايه، من الاسبونج او الكيكه الاسفنجيه. بقوم حاطط عندي كريمه خفقها، كريم شانتيه او كريم نباتي سائل، ونبدا ان انا ايه اخد اول جزء بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. ماشي كده. وبعد كده بقوم واخد عندي فراوله مكعبات، بنبدا ان احنا نحطها كده من فوق على الكريمه عشان نحشي كده ايه، نروق المسائل. بعد كده بقوم جايب عندي الجزء بقى ايه اللي انا مش مقطعه، حطه هنا كده كده كده، كل ده يتقص. وهنا برضو نفس الكلام، بقوم جاي على الحتت ديت برضو مديها سبونج، ومن هنا برضو نفس الكلام، ونقوم مقطعينها كده. بعد كده بقوم جايب عندي شربات. التقطيع مش هيبقى دلوقتي، هقول لك التقطيع امتى او اللي انا هنضفها من الجوانب بتاعتها امتى، مش دلوقتي. اقوم واخد عندي كريمه عشان اعمل الطبقه الثانيه منها، ونبدا نحط طبقه الكريمه الثانيه. مدام ماجي، ازاي حضرتك؟ ايوه. ازيك انت يا محمد؟ ازيك يا فندم، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا فندم، بالصحه والسلامه. كويس. الله يخليك. بقول يا محمد مفيش حاجه لينا نبادي؟ اهو اتفضلي، ده التورتايه 10 ادوار اهي. لسه هنركبها فوق بعض وهنشوف الموضوع ده هيبقى ماشي ازاي ان شاء الله، ربنا يسهل. بقول يا محمد دلوقتي احنا عايزين ندي نداء. ايوه. نداء لرؤساء الاحياء. ايوه اتفضلي. يعني الوقت بتاع الروابيكيا ده اللي داير بالميكروفون وكل واحد مزعج. ايوه داير بالميكروفون الساعه 8. ربنا يرزق الناس كلها. بس هي الفكره اللي هو فعلا ما فيش توقيت، التوقيتات لازم يلتزموا بيها شويه. ربنا يرزق يعني الناس كلها، بس لازم يلتزم بالمواعيد فعلا. يعني 8 الصبح ولحد بالليل الساعه 8. ايوه حاضر. يعني ده حرام يكونوا سامعين كده. الشوارع ما فيش كان ناس، يعني احنا اللي علمنا بتوع اوروبا. احنا بتوع اوروبا اللي علمناهم النظافه. والله عندك حق، اقسم بالله كانت زمان. النهارده احنا بلادنا اتفرج. كانوا بيمشوا بالمقشه الكبيره ديت اللي هي 2 متر ديت وينظفوا الشوارع بيها. حقيقه فعلا. وايه ده مش في القاهره بس، ده في كل حته في مصر. كان بيتحكى لنا برضه يعني، والسهاليج اللي كانت بتولع بالليل والحاجات ديت الجميله ديت. بص يا باشا بقى ايه، ناخد عندنا الترنش كده اهوت اهو كده اهو. بص يا باشا كده 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 كده. استاذ جيهان ازيك؟ الحمد لله. ازيك عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله. الله يخليك، اتفضلي يا فندم. استاذ جيهان سامعك؟ ايوه. طيب معلش يا استاذ جيهان، اتصل بينا تاني. طبعا الكيك اللي بيتبقى باقي ده ما بيترميش، ده بيتحط يتعمل بيه البوبس كيك. طبعا بيبقى حكايه زي اللي احنا عملناه ده اللي ورانا ده، ده كله. بص احنا عاملينه ايه من اسبوع او من 3 ايام باين، من 3 ايام. بص ما شاء الله زي ما هو، ما فيهوش اي مشكله خالص. نبدا نعمل ايه بقى يا باشا؟ نجيب عندنا الباشا ده، ونقوم جايبين عندنا الكريمه، نحط الكريمه هي. طبعا تلونيها باخضر، تلونيها باصفر، زي ما حضرتك عايزه. حاجه ناديه، حدرجه بدرجه من كل عين زرجه. حبيبتي حبيبتي والله. كل سنه وانت طيب واسرتك طيبه، طيبه والقناه كلها طيبه وبخير
وانتوا اسعدتونا وهتفضلوا تسعدونا طول ما احنا عايشين. يا رب دايما ربنا يخليك والله، ده السعاده لينا استنادة. طب بص لحد الخامس هتطول التورته، طب والباقي هتجيب فيلم؟ مش انا لسه هنشوف والله بقى. والله انا نفسي بعرف من اول ما شفت المنظر قلت طب محمد هيكمل للعكس ما شاء الله. وحياتك يا حاجه ناديه انا بعرف اعملها ازاي، بس انا هي انا معاكم. جميلة والله، فكرة في منتهى الجمال، فكرة عالمية يعني ما شاء الله عليك يا محمد. إن شاء الله لما تخلص تعجبك أكتر، وإن شاء الله يومكم سعيد كلكم كده، تكونوا منورينا في بيوتنا يا محمد. يومك جميل، وتسلم إيدك يا ابني مقدما، أنا قاعدة للآخر أهو. ماشي يا ست نادية، صباح الفل. تسلم إيدك كل سنة وأنت طيب. أخبار الجو في اسكندرية إيه؟ ساقعة قوي يا محمد، احنا حبيب بقى الهوا الجامد ده. الناس فاكره اللي بتوع اسكندريه. الحمد لله كل ايام ربنا حلوه، اللهم امين يا رب. ربنا يعديها لنا على خير زي كل سنه ان شاء الله. كده بيكم ان شاء الله، بيكم بنفرح في الدنيا كلها يا محمد ان شاء الله. يا ست الكل صباح العسل، صباح الفل يا ست ناديه. ماشي كده، ناخد عندنا الكريمه ونلف. يا محمد ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا محمد؟ الحمد لله. اخبار حضرتك يا شيخ؟ طيب يا حبيبي، انا بحب حضرتك قوي. ربنا يخليك يا محمد. عندك كام سنه؟ انا مامتي شيف كل ما بتسمع حضرتك بتقول لي انا يا ريت بشوفك زيه. يا حبيبي تبقى احسن مني ان شاء الله. الله يخليك يا شيخ. تبقى احسن مني ان شاء الله يا محمد. الله يخليك. صحيح والله، ربنا يخليك يا محمد، تسلم يا حبيبي. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا محمد، سلام يا محمد. ربنا يخليك يا محمد، مع السلامه يا حبيبي. بابا وماما يفرحوا بيك كده وتبقى احسن حد في الدنيا ان شاء الله يا حبيبي. هنا كده اهو ماشي كده، وبعد كده نقوم عاملين ايه بقى؟ جايبين عندنا الترانش بتاعنا الجميل ده، ونبدا ان احنا ايه؟ نظبط المسائل كده. دي الكام بقى استاذ جمال؟ دي الدور السابع، ده الدور السابع، ده المخالف. ماشي ده المخالف. ماشي كده اهو، يبقى كده ايه؟ تمام. نفس الموضوع ده هعمله على الدور الخامس، لا ده اسف الثامن، الدور الثامن اهو هنبدا نشتغل فيه دلوقتي. ناخد الدور السابع الجميل ده المخالف ده اهو، ونروح فين؟ حاطينه هنا كده جنب اخواته، عشان لسه بقى بعد الفاصل هنبدا نعمل الفينش بتاعها وازاي نعمل التجزيعه بتاعه الشجره، ده اللي هنشوفه ولكن بعد الفاصل. ماشي، احنا دلوقتي ايه عملنا؟ خلاص العشر ادوار خلاص احنا تمام، وحشناهم وبطسناهم بالكريمه وكله تمام. بجيب عندي الكريمه ديت وبحط فيها لون اخضر، لون اخضر جن، تمام. ونبدا ناخد عندنا اللون ده اهو، الكريمه ديت ونلونها اخضر. جميل اهو، محتاجه تبقى غامقه عن كده شويه، مفيش مشكله، نديها شوية نغمقها أخضر عن كده كمان لحد إيه ما أحصل على اللي أنا محتاجه بالظبط من اللون الأخضر اللي إحنا محتاجينه. عايز كل حاجة تبقى لون واحد، وبحط كمان لون أخضر وبقلب. تمام كده، تمام. اللي لسه فاتح التلفزيون، إحنا بنعمل بإيه؟ بنعمل لكم حاجه تفرحكم كده لاخر السنه ان شاء الله. نعمل تورتايه لاول مره بتشوفوها على الفضائيات، 10 ادوار، 10 يعني 10 دور، يعني اول دور زي ما اتفقنا 35 بتبدا لحد ما توصل ل 16، مقاس رقم 16. طيب بنعمل ايه دلوقتي بقى؟ بناخد عندنا الكريمه الخضراء دي يا جمل، وبتجيب عندنا البلبله ديت اللي هنبدا نعمل منها ورق الشجر
اللي قدامك التجزئه ديت اهي. تمام كده. تعالوا نقوم واخدين ايه الكيس الكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. وببدا ان انا احط فيها الكريمه بتاعتنا. بصي اهو شايفه اهو ماس كده. ده تمام. تعالى بقى يا عم الجمل ناخد عندنا الكيكه بتاعتنا ونحطها هنا على الاستاند بتاعنا عشان هنبدا نديها ورق الشجر. ازاي بقى؟ بص بنفس الطريقه دي كده اهي، شايفه ازاي كده؟ كده دي ورق الشجر اللي احنا ايه هنبدا نشتغل بيه كده اهو، ونطلع ايه بجنب كده. ما تنسوش المسابقه، تقدروا تخش الفزوره تحلوا الفزوره بتاعتنا المقدمه من بي ان سي، ان شاء الله تقدروا تحلوها وتخشوا عندنا السحب على الجوائز، وهنعلن اسم الفائز ان شاء الله اخر اليوم. احنا محتفلين ومكملين احتفالاتنا بامر الله لحد ما نخلص النهارده اليوم وتزقوا مننا، وفي فقرات كتير قوي ومفاجات كتير جدا القناه بصراحه عاملاها. مشكورا على المجهود بصراحه اللي هي عاملاه، وموفر لنا بصراحه كل الامكانيات ان شاء الله اللي احنا نقدر نبسطكم يعني. التورتايه زي ديت والله يا جماعه حرفيا واخده مننا بالظبط اسبوع شغل عشان نطلعها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. اه تلاقي الواحد بيجدد، عايز يعمل حاجه تكون مختلفه شويه، حاجه جديده وفي نفس الوقت ما تكونش اتعملت قبل كده. ده اللي احنا ايه، ده الهدف بتاع الايه التورتايه نفسها اللي احنا بنشتغل فيها دلوقتي ان شاء الله. خلي بالك مش سهله المسكه بتاعت الكيس، لازم هتتعودي عليها مره واثنين وثلاثه على ما تظبطي معاكي. خلي بالك اهي، ولازم الكريمه تكون قويه معاكي يعني ما تبقاش ضعيفه عشان تطلع لك الورق مظبوط كده اهو. يا ام زياد ازيك؟ السلام عليكم. ازيك يا ام زياد؟ ازيك يا استاذ محمد؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا ام زياد عامله ايه؟ ازي صحتك؟ نعم والله كل سنه وحضرتك طيب يا سيدي. وانت طيبه يا ام زياد. انت بصراحه ربنا يبارك فيك، يعني احنا بنتابعك من ايام قناه نور الدنيا والله. اهلا يعني وسهلا. حد عزيز على قلوبنا كلنا والله. ربنا يخليك والله يا ام زياد، ده شرف لينا والله يا فندم. والله حتى الحاجه الله يرحمها برضه كانت دايما عندها الشيخ محمد، ده حاجه مفضله كانت دايما بتتفرج عليه الصبح والليل. ربنا ينور ابرها، ربنا ينور ابرها ان شاء الله وينقاسها في وحدتها ان شاء الله. اللهم امين يا رب. ربنا يرحمها. بصراحه طول نعتبرك ان انت اخ لينا والله يا سيدي. ربنا يخليك يا فندم. ربنا يجازيك خير يا رب. ده انتوا على دماغي والله، على دماغي. الله يكرمك، الله يكرمك. يا رب بقى ابني على السلام على حضرتك. طبعا يا فندم طبعا. ماشي اتفضل. الو؟ ماليش حظ والله، ماليش حظ، حاولي تخليه تكلمني تاني. التليفون فصل من عند حضراتكم، واسفين لو في ضغط في التليفونات ومش عارفين نستقبل، والله على قد ما نقدر بنحاول ندخل التليفونات كلها عشان ما نزعلش حد. خلينا نبدا من هنا. ايه يا جمال اهي، بص اهو. ماشي كده. ايه اللي تقع ولا يهمك، خد ياما تاني مكانها، واحده تانيه مكانها على طول اهي. تمام. عشان كده احنا ايه قلنا مش هتنفع ان احنا نعمل ال10 دور اللي احنا عاملينهم دول نعمل التجزئه بتاعت الشجر، فعشان كده عملنا شويه ايه امبارح. بصراحه امبارح كنا سهرانين امبارح بالليل وكنا شغالين في الباقي عشان الوقت مش اكتر اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. نسرع الايد بقى شويه، لازم كل شويه نعمل المسحه ديت. بص يا جمل لازم بايديا كده اقوم ماسح كده، فاهم ازاي؟ عشان تطلع ايه التجزئه مظبوطه. هنخلص ديت ونبدا نركب، يعني ايه هخلص ديت ونبدا نركب الادوار بتاعتنا. وما تنسوش ان شاء الله بعد ما تخلص عندنا اللايف اللي هنطلع منه من صفحه بين سي. لايف هنطلع على القناه ونسلم على حضراتكم برده عشان الناس اللي مش عارفه تتواصل معانا عن طريق التليفون نقدر نتواصل عن طريق صفحه الفيسبوك، صفحه القناه بين سي. يا مدام اسماء. الو ازيك يا شيخ محمد؟ ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله
الحمد لله كويس. انا بحب حضرتك جدا. الله يخليك يا رب، كل سنه وانت طيبه. والله بجد انا متابعاك من زمان جدا، وبرتاح لكل حاجه بتعملها بجد. الله يخليك يا استاذه، ربنا يحفظك. كل الله جزور. يخليك يا استاذ محمد، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه بالصحه والسلامه. ربنا يجعلها سنه سعيده عليك يا رب. الله يخليك يا رب على الناس كلها. الله يخليك. كنت بسال بس، عايزه اسال حاجه التورته اللي هي الاسفنجيه، عشان انا محتاجه اعملها ضروري. حاضر، من عينيا الاثنين، تحت امرك. كيس بقولت لحضرتك قبل كده، الكيكه الاسفنجيه جيب الكياس الجاهزه اللي بتاخد 6 بيضات بس، 6 بيضات هتطلع معاكي زي العسل، وشويه ميه صغيرين. بص يا جمال، حلو الكلام. طيب تعالى كده نجيب دي هنا ونجيب دي هنا، وتعالوا نركب اول دورين كده ونشوف الموضوع ماشي ازاي، وناخد مدام سميره معانا. الو، ايوه شيف محمد، عامل ايه يا حبيبي؟ ازيك يا مدام سميره، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا فندم بالصحه والسلامه، ودايما منورنا كده باحلى حاجه انت عملنا النهارده. الله يخليك يا فندم، ده من ذوقك والله. انتوا معانا طول السنه حاجه حلوه يا شيف محمد والله. والله ده انتوا اللي احلى، وانتوا اللي منورين حياتنا. الله يخليك صراحة يعني. بالعكس، انتوا اللي عاملين لنا بهجه جميله في اليوم كده. ربنا يخليك يا فندم، اشكرك اشكرك. تسلم تسلم. اسر معاك يا شيف محمد، عايز يقول لك كل سنه وانت طيب. ماشي يا اسر. يا اسر شيف محمد، بحبك جدا جدا. وانا بحبك كتير جدا يا اسر حبيبي. يا اسر شكرا يا حبيبي. اوف هابي نيو اير. ايه؟ هابي نيو اير يا حبيب قلبي، ربنا يخليك سنه سعيده عليك وعلى الناس كلها. ماشي يا حبيب، وبهدلك الكيكه دي. ماشي يا حبيب، من عينيا الاثنين، مع السلامه يا اسر. بص يا باشا، ايه الدور الثاني؟ ايوه بالراحه بقى عشان تقيله بقى. ايه خلي بالك بقى، ايوه اوعى الشغل العالي، اصحى للشغل العالي. ده اول ايه، تاني دور. يبقى كده ركدنا الاول ايه والتاني، نخش على التالت. نخش على التالت، شيل بالراحه خالص، بالراحه خالص، ونظبط الايه الوسط بتاعها. تقيله طبعا التورته ما شاء الله، كبيره تقيله، فنخلي بالنا نظبط نظبط، ونحط الايه التالت. ادي الدور التالت، عشان هنبدا نطلع بالمخالف دلوقتي. اهو بس دي نجيبها شويه قدام شويه، صح كده يا جماعه، لازم تظبطوا معايا الميزان عشان ربنا يسترها ان شاء الله، مفيش حاجه تميل. خير طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، نخش على الرابع. ادي الدور الرابع، ماشي، ادي الدور الرابع قدام حضراتكم. ماشي تمام. تعالوا بقى ناخد عندنا احنا كده ايه الدور الخامس. ادي الخامس اهوت، نقوم شايلينها بالراحه خالص، بالراحه خالص، بالراحه خالص. ادي الدور رقم 5، كله مظبوط يا جماعه. التوازن التوازن يا شباب اهم حاجه. ها بس كده تمام، احنا كده بنعمل اكبر تورتايه موجوده على الفضائيات، تورتايه على شكل الشجره ان شاء الله تعجبكم. احنا لسه ما خلصناهاش، لسه في كام دور بقى، 1 2 3 4 5 ادوار تانيين، ولسه في زينه، موضوع تاني خالص، ده اللي هنشوفه ولكن بعد الفاصل. And a happy new year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. And bring it out here. The tidings. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a happy new year. The tidings we bring to you. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
اهلا بيكم، رجعنا تاني بعد الفاصل لاكبر تورتايه موجوده على الفضائيات، تورتايه على شكل شجره بقالنا اسبوع حرفيا شغالين فيها. عملنا القعده اللي تحت الاول، جبنا الاستاند الاول، استندات موجوده اللي جبناها العشر ادوار من الدكتوره منى ربنا يديها الصحه، وحطيناها بدانا نحشي على كل استند الارتفاع نفسه 35 سنتي. تم الارتفاع نفسه كل قطر الاول بدا ب 35، بعد كده بيبدا يطلع قدام حضرتك هي التورتايه لحد ما توصل ل 10 ادوار. ده لسه هتاخد فرع نور والعاب وهتاخد حركات جامده قوي. حاولين كده، حاولنا على قد ما نقدر ان احنا يعني نعمل كده حاجه مختلفه ان شاء الله وتبسطكم في نهايه السنه. تعال ناخد ديت ونروح هناك يا جمل عشان نبدا نحط عندنا ده الدور السادس، نبدا نطلع بيه بعد ما عملنا الشجره. ماشي يا هلا، ماشي يا هلا، تمام. بسم الله. ماشيين كده تمام جدا. لسه هنظبطها يعني، هتاخد لسه حاجات شجر وحاجات. ماشي ماشي، ونبدا ناخد ديت ايه برضو نفس الكلام، نجزعها بالشجر. ده الدور الكام؟ السابع اهو. مدام منى، ايوه، ازاي حضرتك يا مدام منى؟ بس انا وانت طيب، وانت طيبه يا مدام منى، والكاست كله طيب، واهل مصر طيبين، وانت طيبه يا فندم، ورئيس مصر طيب، انت طيبه يا فندم، بالصحه والسلامه. تهنئه لبنتي مي لبيب بالكويت بمناسبه عيد ميلادها. كل سنه وهي طيبه. وانت طيب، وبتمنى الشفاء لحفيدتي زين رمضان وبنت لميا بنتي. ما شاء الله، ربنا يخليهم لك ويبارك فيهم ويشفيهم لك. وسلامي لاولادي في الكويت، ربنا يحفظهم، اللهم امين، ويحفظ اهل الكويت واهل مصر، ويرجعهم لك بالسلامه يا فندم. امين امين. ربنا يخليك يا فندم، اشكرك، وكل سنه وانتم بخير، وانت كلكم طيبه، وانت والكاتب طيب، طيب، وانت طيب، وانت طيبه يا فندم، بالصحه والسلامه ان شاء الله. وشكرا. شكرا يا فندم، ميرسي جدا يا مدام منى، شكرا يا فندم. ناخد معانا ام محمد. الو، السلام عليكم. ازيك يا ام محمد؟ ازي حضرتك يا ست محمد؟ عامله ايه يا ست الكل؟ الحمد لله، ربنا يا ابني يجعلك شجر الدل لاولادك واسرتك يا رب، حق جاي النبي يا ابني. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. الله يخليك، والله انا والمرحوم والله كنا بنعزك جدا والله. رحمه الله عليه، ربنا يرحمه يا رب. يا الله يخليك يا فندم. عايزه اهدي هديه لاخواتي بس كده. اتفضلي طبعا يا فندم، اتفضلي. ماشي، بدي هديه لاختي رندا واخويا وليد وخالد وعبده. ايوه. وسلفتي ام احمد واسلام. حاضر، من عينيا الاثنين وكلنا بنهديهم. وبقول لاخويا وليد كل سنه وانت طيب، الناس بتعيد ميلادك. وين حضرتك طيبه، وربنا يخليهم لك ويبارك فيهم. يا رب يخليك ويبارك لمحمد واحمد ولادي يا رب، واشوفهم زي حضرتك. يا رب يطلعوا احسن مننا يا فندم، الله يخليك. يا رب يخليك يا حبيبي. اشكرك يا فندم، مع السلامه يا فندم، مع السلامه. على قد ما نقدر ايه يعني بنحاول بنحاول على قد ما نزروتش لكن ده حاجه امر مفروغ منه. خلاص كده ماشي كده اهي، كل ده شكله بيبدا يبان بعد ما القيمه بتخلص. مناديل يا استاذه ام كريم، الله يكرمك. ماشي، تعالى بقى نجيب القواعد. الخمسه دول اصلا بيركبوا ازاي بقى؟ يعني احنا ممكن اصلا نحطهم فوق بعض واقول لك الفكره بتاعتهم. بص هنا ده ستاند صح؟ بالقواعد بتاعته. كمان عنده العصايه بتاعتنا الجميله ديت، ونحطها هنا نثبتها فين؟ في النص اهي. فاهم ازاي؟ اهي دي وفي النص. ماشي الكلام؟ كده وكده وبعد كده بالشكل ده اهو اهو. ماشي، بعد كده نقوم واخدين عندنا اللي بعدها كده، نقوم مثبتين عليها عشان تثبت كده.
فاهمة ازاي؟ تعال نحط اخر واحدة، اخر واحدة، ونحط بعد كده عليها الشجر. ننزل مش مشكلة عادي ان شاء الله تمام اهو. تمام بعد كده نقوم واخدين دي وكده تبقى ايه تمام التمام. كده تمام كده كده لسه كل ده ياخد شجر. ها ايه رايك كده تمام؟ ما عشان الالتزام هو فعلا لازم كله يبقى مظبوط. ماشي بس كده. تعالى ناخد ديت يا استاذ جمل كده اهو اهو. وبعد كده كده مين معانا يا فندم؟ مدام فتحيه. السلام عليكم. ازيك يا مدام فتحيه؟ ازيك يا شيخ محمد؟ عامله ايه يا ست الكل؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه يا فندم، الصحه والسلامه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله يخليك ويبارك فيك يا رب. عليك وربنا يحسن ما بين ايديك يا رب كده. الله يخليك يا فندم. وربنا يكرمك يا رب ويخلي لك اولادك يا رب كده. الله يخليك يا ست الكل. كل سنه وحضرتك طيب يا رب. واتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. والله احنا لسه ما خلصناش كمان. لا حاجه جميله وبقول الله اكبر الله اكبر. الله يخليك الله يخليك يا فندم. ده من ذوقك والله. الله يخليك يا رب ويخلي لي جوزي يا رب كده واولاده. اللهم امين اللهم امين يا رب. اللهم الله أمين. يخليك يا رب. يكرمك فيهم ويخليهم لك يا فندم. الله يكرمك. شكرا لحضرتك جدا. شكرا ليكي. مع السلامه. بنيجي بقى للاختبار هو الاصعب، يعني الخمس ادوار دول يبداوا يتحطوا فين على الكيك اللي موجود هنا، عشان كده الاتزان هو مهم جدا جدا. تركيبه الكيك طبعا مهمه جدا، تبقى طبعا مجازفه كبيره جدا لان احنا طبعا برنامج هوا مش مسجل. لو مسجل الموضوع بيبقى سهل جدا. ان احنا لو حاجه وقعت على حاجه بنقدر نلمها تاني ونحطها. لكن احنا هوا. لسه بقى نحط العاب وفرع نور جايبينه ان شاء الله، ده اللي هنشوفه ولكن بعد الفاصل. And a happy new year. Now bring us some figgy miss. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Now bring us some figgy pudding. Now bring ورجعنا تاني بعد الفاصل. احنا دلوقتي شغالين لايف على صفحتنا برضو، صفحه القناه قدام حضراتكم دلوقتي لايف على صفحه القناه. وعندنا دلوقتي التورتايه ركبناها ال 10 ادوار، بنبدا نحط عندنا فرع النور اللي بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. اللي اتمنى ان شاء الله تعجبكم الحلقه النهارده، والله يبقى حرفيا بقى لنا اسبوع شغالين فيها. واحنا بنحكي باخر دنيا كنا خايفين جدا بامانه. الموضوع ايه؟ انا عايز اخلص هوا، يمكن اكتر حاجه اكتر فتره نفسي اخلص فيها عشان اجري. عشان ايه؟ اخلص ضميري قدامكم اللي انا خلاص ركبت، لان تركيبه الادوار صعبه جدا. يعني خلينا نكون متفقين، الحاجه دي بتبقى صعبه جدا تركيبتها على الهوا. بنجيب عندنا بقى الالعاب الجميله وبنبدا نحطها فين؟ هنا قدام حضراتكم كده اهيت. بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، ونحط بقى الهدايا الجميله قدامك اهيت. بعد ما حطينا فرع النور، وبنواجه دلوقتي ايه الجماعه بتوع اللايف منورين الدنيا، اللايف منورين. وان شاء الله هنبقى معاكم دلوقتي وهنقرا الكومنتات دلوقتي اللي ايه اللي هنشوفها دلوقتي ان شاء الله واحنا شغالين اهي.
فاحنا ايه، احنا يعني احنا والمخرجين هنا والمستدى المصورين ستاند باي، اول ما التورتايه هتميل وتقع هنقوم ايه، هنقوم على طول ايه فاصلين. لان والله انا بقالي ايه، بقالي 10 ثواني عماله تعمل كده التورتايه، فاهم ازاي؟ فدي كانت حلقتنا النهارده، واتمنى ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم. كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه والناس طيبين، احنا مكملين معاكم بعد ما بنخلص، يعني احنا لسه هنقرا الكومنتات ومتابعين معاكم بعد ما بنخلص ان شاء الله الشجره الكريسماس اللي احنا عندنا النهارده. سنه سعيده على الجميع، يا رب ان شاء الله اللي ما حققش حاجه يقدر يحقق السنه الجديده. كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا. وبعد كده اخر حاجه خالص بنبدا نحط عندنا السكر اللي هو التلج بقى الجميل بتاعنا. اشوفكم على خير، السلام عليكم. Christmas.